السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله من خلاله غنطرقوا للتصحيح ديال الامتحان الوطني الخاص بالثانية بكالوريا دورة يوليوز 2020. ان شاء الله نطرقوا لمادة الرياضيات التمرين الاول، المتتاليات العددية. بالنسبة للتمرين الاول، لتكون الى ان المتتالية العددية المعرفة كما يلي: اي صفر كتساوي 3 على 2، والى ان زائد 1 كتساوي 2، الى ان على 2، الى ان زائد 5 لكل ان من. السؤال الاول، احسب اي 1. إذا كنعرفو بأن إي صفر كتساوي 3 على 2، و إي إن زايد 1 كتساوي 2، إي إن على 2، إي إن زايد 5، غنعوضو إن بصفر تولي إي 1، هنا 2 إي صفر على 2 إي صفر زايد 5. إي صفر 3 على 2، لأن 2 في 3 على 2 هي 3، اختزلو بجوج، 2 في 3 على 2 هي 3، إذا 3 على 3 زايد 5 هي 3 على 8. بالنسبة للسؤال الثاني، بين بالترجع بأن لكل إن من إن إلى إن أكبر قطعا من الصفر. إذا نتحقق بأن إي صفر، لأن عندنا مجموعة هي إن، العدد الأول هو صفر. إذا إي صفر كتساوي 3 على 2، و 3 على 2 راه أكبر قطعة من صفر. إذا نفترضو أن إلى إن أكبر قطعة من صفر، و نبينو بأن إلى إن زايد 1 أكبر قطعة من صفر. إذا عندنا حسب الافتراض إلى إن أكبر قطعة من صفر، إذا ضربنا بجوج، جوج إلى إن أصبح أكبر قطعة من صفر، حتى جوج إلى إن زايد 5 أكبر قطعة من صفر. إذا عدد موجب العدد موجب، غيبقى عدد موجب. إذا إلى إن زايد 1 اللي هي 2 إلى إن على 2 إلى إن زايد 5 راه أكبر من صفر. إذا إلى إن زايد 1 أكبر من صفر. إذا حسب يعني برهان الترجع، فإن الافتراض اللي هو إلى إن أكبر من صفر صحيح. بالنسبة للسؤال رقم 3، بين أن إلى إن زايد 1 محصورة ما بين صفر وأصغر أو تساوي 2 على 5 إلى إن لكل إن من إن، نستنتج بأن إلى إن أكبر من صفر أصغر أو تساوي 3 على 2 مضروبة بجوج على 5 أس إن. إذا لدينا 2 إلى إن زائد 5 أكبر أو تساوي 5، بالتالي إذا درنا المقلوب إذا تولي 1 على 2 إلى إن زائد 5 أصغر من 1 على 5، لأن هذا الرمز غادي يتقلب، لأن كانت هذه أكبر في المقلوب كيولي الأصغر. إذا هي محصورة بين صفر وبين 1 على 5، غادي نضرب الأطراف كاملة بجوج على جوج إلى إن، صفر جوج إلى إن هي صفر، واحد لجوج إلى إن زائد 5 نضربها بجوج إلى إن هي جوج إلى إن على جوج إلى إن زائد 5، واحد على 5 بجوج إلى إن هي جوج إلى إن على 5، وهاد جوج إلى إن على جوج إلى إن زائد 5 هي إلى إن زائد 1 اللي هي محصورة بين صفر وجوج على 5 إلى إن. هذا هو الجزء الأول ديال السؤال. استنتجوا أن إلى إن محصورة بين صفر وبين 3 على 2 بجوج على 5 أس إن. نبين هذا السؤال بالترجع، غناخدو ان كتساوي صفر، عندنا اي صفر هي 3 على 2، اذا 3 على 2 راه كتساوي 3 على 2 مضروب بجوج على 5 اس صفر، لان جوج على 5 اس صفر هي 1، وهذه اكبر او تساوي 3 على 2 مضروب بجوج على 5 اس صفر اللي هي كان عندنا عوضنا ان بالصفر. اذا فهاد العباره هنا صحيحه. اذا غنفترضو بان الي ان محصوره بين صفر و 3 على 2 بجوج على 5 اس ان، ونبينو بان الي ان زائد 1 محصوره بين صفر وما بين 3 على 2 جوج على 5 أس إن زائد 1. إذا عندنا حنايا حسب الافتراض بأن إلي إن محترم بين صفر و 3 على 2 مضروب بجوج على 5 أس إن، غنضربو إلي إن جوج على 5. إذا غنضربو صفر جوج على 5 هي صفر، إلي إن جوج على 5 هي جوج على 5 إلي إن، و 3 على 2 هي جوج على 5 أس إن، غنضربوها بجوج على 5 تولي 3 على 2 جوج على 5 أس إن زائد 1، لأننا زدنا 1 جوج على 5 ضربناها فيها. إذا إلا شفنا هنا عندنا نفس السؤال اللي يقول بأن إلى إن زائد 1 محصورة ما بين، إلا شفنا في هذا السؤال إلى إن زائد 1 محصورة بين صفر و 3 على 5 إلى إن، إذا إلى إن زائد 1 أكبر من صفر أصغر أو تساوي 3 على 2 في 2 إلى 5 أس إن زائد 1، لأن 2 على 5 إلى إن هي اللي عندنا هنايا وهي أصغر من هذا العدد. إذا إلا كانت إلى إن 2 على 5 إلى إن أصغر من هذا العدد، إذا فالعدد غادي يكون كبر من إلى إن زائد 1، لأن هذه أصغر وهذه أصغر من هذا. إذا فجوج إلى إن زائد 1 جوج على 5 إلى إن جات ما بين إلى إن زائد 1 وبين 3 على 2 جوج على 5 أس إن زائد 1. إذا شي باش استنتجنا هاد المتراجعة. إذا لقينا بأن هذه صحيحة. إذا حسب الترجع، فإن الفرضية اللي افترضناها في الأول هي هذه هي صحيحة. السؤال اللي من بعد، النهاية يعني الليميت ديال إلى إن عندما يؤول إن إلى زائد من النهاية. إذا إلى إن راه محصورة بين صفر و 3 على 2
ضرب جذر 5 أس إن لكل إن من إن. إذا ليميت ديال إل إن 45 صفر بين ليميت ديال تلاتة على جوج في جوج على 5 أس إن عندما يؤول إن إلى زائد من النهاية. إذا ليميت ديال إل إن صفر ما بين صفر وصفر، إذا ليميت ديال إل إن راح يكون صفر، يعني ما بين صفر وصفر كان غير صفر. لماذا ليميت ديال هادي عطانا صفر؟ لأن هاد جوج على 5 محصورة بين ناقص واحد وواحد، وأي عدد محصور بين ناقص واحد وواحد درنا ليه أس إن ليميت ديالو عندما يؤول إن إلى زائد من النهاية كيساوي صفر. إذا الشيء درنا هنا صفر. السؤال من بعد، نعتبر في لي ان مجتهد العدد المعرفة ب في لي ان كتساوي 4 الى ان على جوج الى ان زائد 3، بين ان في لي ان مجتهد عدد هندسية اساسها جوج الى 5. اذا في لي ان هي 4 على 4 الى ان على جوج الى ان زائد 3. اذا غنحسبو في لي ان زائد 1 هي 4 الى ان زائد 1 على جوج الى ان زائد 1 زائد 3. هاد الى ان زائد 1 نعوضوها بهذا الشيء اللي عندنا هنايا، في جوج الى ان على جوج الى ان زائد 5 ضرب في 4 لتحت جوج في جوج الى ان على جوج الى ان زائد 5 الكل زائد 3. نحاول نبسطو 4 في إلى إن هي 8 إلى إن، المقام غنخليه هو جوج إلى إن زائد 5. غنجي لأسفل وغنوحد المقام اللي هو جوج إلى إن زائد 5. عندي هنا جوج في جوج إلى إن هي 4 إلى إن، ثلاثة غنضربها في المقام، يجو يعني ثلاثة في جوج إلى إن هي 6 إلى إن، وثلاثة في 5 هي 15. غنختاز المقامين غنحيدهم. إذا عندي 8 إلى إن، هنا 4 زائد 6 هي 10 إلى إن زائد 15. إذا ممكن نعمل فوق جوج، عندي 4 إلى إن وتحت 5 تبقى هنا جوج، تبقى هنا ثلاثة. إذا جوج على خمسة عندي ربعة إلى إن على جوج إلى إن زائد ثلاثة. إذا هاد ربعة إلى إن على جوج إلى إن زائد ثلاثة هي هادي، هي في لي إن. إذا جوج على خمسة في لي إن، وبالتالي فإن في لي إن زائد واحد كتساوي جوج على خمسة في لي إن. إذا في لي إن متشالية هندسية أساسها كي كيساوي جوج على خمسة. إذا حدد في لي إن بدلالة إن ثم استنتج إلى إن بدلالة إن. إذا بما أن في لي إن متشالية هندسية الأساس ديالها جوج على خمسة، غنحسبو في لي صفر. في صفر هي 4، ناخذ هنا 4 في ال ان في صفر على جوج في صفر زائد 3، هي 4 في 3 على جوج على جوج، 3 على جوج زائد 3. 4 في 3 على جوج هي 12، على جوج هي 6. هنا جوج تختزلو بها تبقى 3 زائد 3 هي 6، 6 على 6 هي 1. اذا في صفر كتساوي 1. وبالتالي هندسي الشكل ديالها تيكون هو في ال ان كتساوي في صفر في كي اس ان. اذا في صفر 1 غتبقى لنا في ان كتساوي كي اس كتساوي لنا كي اس ان. اذا هي جوج على 5 اس ان، لان كي جوج على 5. الآن خصنا نقلبو على إلى إن، هي الآن بدلالة في الإن عاد نعوضو في الإن بهاد التعبير ديال جوج على خمسة أس إن. إذا عندنا في الإن هي 4 إلى إن على جوج إلى إن زائد 3، إذا جوج إلى إن زائد 3 غنضربوها في الإن تولي جوج في الإن إلى إن زائد 3 في الإن تتساوي 4 إلى إن. إذا غنحاولو 4 إلى إن نديوها للطرف، 3 في الإن غنديوها للطرف، وفي 4 إلى إن نجيبوها للطرف تولي ناقص 4 إلى إن. إذا جوج في الإن إلى إن ناقص 4 إلى إن كتساوي ناقص 3 في الإن. نعمل هنا بإلى إن عامل جوج في إن ناقص 4 تساوي ناقص 3 في إن. إذا إلى إن كتساوي ناقص 3 في إن مقسوم على جوج في إن ناقص 4. إذا هي 3 في إن 4 ناقص جوج في إن. إذا نعوضو في إن بجوج على 5 أس إن، إذا هي 3 في جوج على 5 أس إن، ومن تحت 4 ناقص جوج في جوج على 5 أس إن.